كشفنا يعني وعملنا اشعاعات والكلام ده كله، طلع في كانسر حميد في المخ، نادر نادر جدا يعني، مش عند حد، ما بيجيش لحد الا 1 في المليون. فعمل العمليه الحمد لله ونجحت وطلع الحمد لله بالسلامه. قعد العمليه كانت 23/6، قعد 7 في المستشفى و8 و9 في البيت، و10 و11 رجع يعمل علاج طبيعي، وكان بيتعالج بلس العلاج الاشعاعي كمان. فعلا استحمل يعني استحمال غريب فاهمها، فالحمد لله. فمن يوم الوفاه كده على قد ما سمعت طبيعي، انا كلمته قلت له على امانك يعني صوتك فيه قلب تعبان شويه، هو كان راح مثلا يعمل حاجه ده يعمل شعر، عشان علاء عزيز النفس أوي.